رضا، انت واحد من الناس اللي حصلت على بطولة 2001. لو نتذكر انا وانت كنا مع بعض في نفس الجيل ده، وكان برضو بقالنا فترة ما خدناش هذه البطولة، ودائما يعني كانت مباراة الترجي اللي كانت لعبت المباراة كانت شبيهة لحد ما مباراة الترجي بتاعت كابتن سيد عبد الحفيظ. ولكن الدور اللي بعد كده كان دور كان برضو صعب امام فريق قوي كان سان داونز. انت حاليا الوضع اختلف، انت بتلعب فريق تونسي في اقل من اسبوعين وانت كسبان فريق هو الاول على الدوري التونسي، وهو حاصل على بطوله الدوري التونسي السنه اللي فاتت، والنجم هو الوصيف بالنسبه له في الدوري التونسي. فبالتالي التحفز بقى وان انا اركز بشكل اكبر لفريق النادي الاهلي اللي هو هزم البطل بالنسبه لتونس. انا شايف من وجهه نظري ان دايما شخصيه المدرب اللي بتفرق في المواقف اللي زي دي. شخصيه المدرب شخصيه قويه في الاساس، ده بتخلي اللعيب دايما مركز ان هو طول الوقت بيبقى تحت ضغط شخصيه المدرب. انا شايف ان التوقيت بيبقى مناسب جدا لان انت ترجع اللعيبه بسرعه اللي هو بعد المباراه مباشر. ما ينفعش اعدي يوم في حاله فرح وسعاده واللعيبه تبدا تستريح قوي وابدا اقول هبدا اشد من النهارده، لا، انت المفروض تشد بعد المباراه مباشر. يعني المباراه خلصت وانا في اوضه اللبس. ده حصلت في كذا موقف معانا مستر مانويل. بالظبط، في مواقف كتيره كده بتقول لك ده، ان هو في حاله ان انت هتتمادى وهتزود قوي الفرحه، فانا بخليها لا من بدري. خلي بالك رضا، الفرحه بتبقى حلوه قوي. حلوه قوي، بس لازم الموقف كمان اللي كان محطوط فيه اللاعبين كان صعب بشكل غير طبيعي، حته الضغط النفسي وان انت متعادل في ارضك وبتلعب فريق قوي زي الترجي هناك تكسب، لازم تفرح برضه. هسيبك تفرح بس بعد ما شدك تاني. يعني اللي هي الفكره في ايه؟ على فكره انا بفوقك، خلي بالك ده احنا باقي 4 ايام وفي مباراه اصعب. وارجع افرح. بس هي الفكره ان انا بحاول اشد شويه المجموعه اللي موجوده وببدا اخليهم ما هو اكيد الكابتن حسام مش هيفضل شاد طول الوقت. انا بتكلم على اللي هي دايما في لحظه كده في بعد المباراه هي دي اللي بتبقى بتدي فرصه طويله ان انت تفك قوي. فلا، فهي في الوقت ده لما بنقف بتبقى حلوه قوي، وبعد كده بتبدا التمارين بتبقى رتمها طبعا بطبيعه الحال. يعني ما هو كابتن حسام مش هيشد في حاجه في تمرين خفيف بعد اللقاء. خفيف يا رضا، ده حسام عاشور اتصاب، حسام ابرز اللاعبين. الحماس اللي موجود انت عارف طبعا، انت لعيب كوره كابتن محمد ورضا، عارف قد ايه الواحد بيبقى عايز يبقى موجود في المباراه. فصالح مع حسام اكيد كنت بتتكلم في مجموعه كلها لعيبه عاليه جدا. وكله عايز يبقى موجود. احنا بنتكلم بقى المنافسه دي تبقى موجوده، انا بتكلم ان حاله التمرين حتى لو فيها منافسه شرسه في التمرين، الريتم نفسه في وشوش اللعيبه بتبقى مستريحه كسبانين والامور هاديه، ولكن ريتم التمرين نفسه وانت شغال ما فيش حاجه اسمها هادي في النادي الاهلي. ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها تمرين خفيف في النادي الاهلي. بطبيعه الحال انا عندي 30 لعيبه او 25 لعيب كلهم لازم يلعبوا، يعني هم كلهم اصلا المفروض هم يبقوا موجودين. فطبيعه الحال التمرين لازم يبقى التمرين بالشكل ده، وده اللي بيستفيد منه النادي الاهلي. النادي الاهلي انا بس بتكلم في جزئيه تانية، ان الحاله البدنيه للاعيبه النادي الاهلي انا بشكر الجهاز الفني عليها. دي حاله كويسه جدا، واضحه جدا الشوط الثاني الحقيقه في المباراه اللي فاتت. وهنا كمان يا كابتن محمد، يعني هنا حتى في مصر في اخر ربع ساعه هم احنا واقفين وهم مش كتير. صح، كان انا شايف ان ده العامل الكبير في المباراتين، هو ده الناتج. عشان تنفذ خطتك يا كابتن رضا لازم العامل البدني يبقى عندك بشكل قوي. يعني انت كمان بتلعب فرقه قويه وتحت ضغوط، فخلي بالك اللي تحت ضغط وفرقه قويه وفي دور مهم ونتيجه، هنا احنا شايفين ان هي كانت نتيجه سلبيه 2-2، دي نتيجه عبء على النادي الاهلي، فلازم اكسب هناك. كل دي ضغوط عليك كلاعب، فانت ازاي بقى تحسب ده وازاي تدي اللعيبه نسبه معينه واوصل في اخر 100%. انا ممكن اعلي النسبه هنا مع الضغط ده فاللعيب يقل مش يزيد، هي الموضوع حسبه. فهي عشان توصل في الاخر النادي الاهلي يبقى بالشكل ده، يوصل للحاله البدنيه دي، لا احنا لازم نشكرهم. يعني الموضوع ما يعديش كده، ما نتكلمش في الجزئيه الفنيه بس، لان في حاجات تانية مهمه في الكوره كابتن محمد. بالظبط، اكيد يعني استاذنا في الحاجات دي. العامل النفسي وعامل التمرين مهم جدا، اهم من الحاجات الفنيه اللي هي الصغيره بقى بيعملوا 1 2 والحاجات. لا، ده في حاجات تانية مهمه، فدي لازم نتكلم في الجزئيه دي. ايه الفرق بين اللعيب الدولي واللعيب المحلي؟ لو انت عايز تعرف الفرق اتكلم عن علي معلول. بمعنى لعيب متسبب في هدف في بدايه اللقاء، وهو من وجهه نظره ان هو مقصر فرقته، ان هو مطلع فرقته بره الجيم خالص، فجاه هو اللي موجود وهو اللي بيكسبك تاني وهو اللي بيعمل هدف الفوز. فاحنا بنتكلم، هي يا جماعه دي الفروق ودي الاسعار بتاعت اللعيبه اللي بنتكلم عليها. ده الفرق بين اللعيب الدولي واللعيب اللي لسه بياخد خبرات ولسه قدامه بدري. لو انت عايز تعرف الفرق، هو ده الفرق. ايه الفرق بين الانديه؟ معظم الانديه والنادي الاهلي، عايز تعرف الفرق، الفرق ان النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها مستحيل، احنا اتعودنا على كده. مش بنتكلم على موقف ده، احنا بنتكلم في المجمل على مدار تاريخ النادي الاهلي. حتى كان عندك شك مثلا ان الاهلي كان الشوط الثاني مش هيتحول بالنسبه لنتيجه المباراه
بضراوه. على فكره انا كلمتك على الهواء قبلها بيومين وقلت لك احنا هنكسب. قلت لك احنا يعني انا قصدي ان الفكره احنا اتعودنا ان طول الوقت لا عندنا امل واحنا موجودين، فالدفعه دي هي اللي بقت بتكسبك لان دي بقت موجوده في اللعيبه وبقت موجوده في كده. الفرقه الثانيه خلي بالك سواء مصريه او عربيه طبعا